الفكرة عندي إن أنا بدأت إن أنا أعمل احتفالية كل عيد قدام السوبر ماركت عندي. في الأول عملتها احتفالية عادية خالص، عبارة عن حفلة وبالونات بس بتنزل على الناس، شوية شوية لحد ما طورتها. المرة دي استعنت ب 11 بنت من سن تقريبا 5 سنين لسن 10 سنين، عملت بيهم استعراض قدام الناس ولقى بيه قبول جدا، يعني الناس انبهرت بيه الحمد لله. الناس بتسميها مسرح الشارع، ان احنا عملنا مسرح شارع، انا بسميها مسرح رصيف لان انا عملتها على رصيف السوبر ماركت عندي. اتمنى ان انا اكون سبب سعاده في الناس، وان انا احسسهم بفرحه العيد، وان العيد ده فرحته مختلفه عن اي يوم تاني.